طيب خلينا نروح دلوقتي نتابع اخبار فرق وانشطه النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي في الجزيره ومراسلتنا هناك سلا حامد. سلا صباح الخير عليكي، مصبح عليكي انا وكريم، اتفضلي. يا صباح الفل يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والاجواء المتعلقه بالنادي الاهلي في جميع فروعه والنشاط الرياضي. وخليني ابتدي باخبار النادي الاهلي ودور مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والاداره التنفيذيه وكل المسؤولين في كل فروع النادي الاهلي اللي دايما يعني بيهتموا ان هم يقدموا افضل الخدمات وافضل الانشطه لاعضاء الجمعيه العموميه. عشان كده يعني امس شهد مقر فرع النادي الاهلي بمدينه نصر المحاضره الثانيه، انعقاد المحاضره الثانيه من محاضرات التوعيه الخاصه بمراقبه جوده النظام الغذائي في كل المنافس في كل فروع النادي الاهلي. المحاضره كانت بحضور يعني كل مديرين المنافس والشيف الخاص بكل منفذ في كل فرع، يعني بيجتمعوا عشان يعني يتناقشوا في بعض الامور المتعلقه بجوده الخدمات اللي تقدم لاعضاء النادي الاهلي وجوده الطعام. دايما بيسعوا ان هم يقدموا يعني افضل جوده لاعضاء الجمعيه العموميه. كمان يعني المحاضره دي اتعملت امبارح في فرع مدينه نصر، واول امبارح اتعملت هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ان شاء الله كمان النهارده تتعمل في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. خليني كمان اقول لك انا هوند ان الخطوه دي يعني غير مسبوقه لاعضاء مجلس الاداره والاداره التنفيذيه طبعا، بعد يعني بعد ما النادي تعاقد او استعان مع يعني واحده من الشركات العالمية الشهيرة في هذا المجال عشان يعني تحقق الهدف ده ويعني تحقيق أكبر استفادة من الشركة دي. والهدف الأساسي هو تقديم أفضل الخدمات ويعني تكون جودة عالية في للنظام الغذائي يعني لأعضاء النادي الأهلي في جميع فروعه. ده بالنسبة لأخبار النادي وأخبار النادي الأهلي في الثلاث فروع. بالنسبة لأخبار النشاط الرياضي، وبعد فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري المرتبط للرجال، الفريق الأول لكرة السلة رجال بقيادة كابتن أشرف توفيق فازوا امبارح وظهروا لاول مره يعني بعد فوزهم بدوري المرتبط، فازوا على نادي الشرقيه للدخان بنتيجه 81-44، وده كان في دور 16 من بطوله كاس مصر. وبكده يعني الفريق خلاص حجز مكانه في دور الربع النهائي من بطوله كاس مصر. الفريق النهارده هيكون في راحه سلبيه من التدريبات وهيعود مره اخرى بكره للتدريبات. التدريب هيكون الساعه 8، بس قبل التدريب الفرقه هتتمرن يعني شويه في الجيم بعض التمرينات يعني عشان طبعا يحافظوا على لياقتهم البدنيه. والساعه 8 هيكون التدريب على صاله الامير عبد الله فيصل بمقر النادي. وان شاء الله يعني التدريبات دي هتكون استعدادا للمرحله المقبله واللي هتشهد مباراتين مهمين جدا في تمهيدي لدوري السوبر للرجال. النادي الاهلي هيواجه نادي جزيرة الورد يوم 16 ويوم 19. يوم 16 هتكون هنا بمقر النادي، ويوم 19 هتكون صالة نادي جزيرة الورد بالمنصورة. ده بالنسبه لرجال السله. بالنسبه لسيدات السله النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي الترام الساعه 5 على صاله الشهداء بمقر النادي، ودي هتكون اول مباراه من الثلاث مباريات في تمهيدي لدوري السوبر للرجال. يعني خلي يفكر الساده المشاهدين ان التمهيدي لدوري السوبر بيكون بنظام ذا بيست اوف 3. النادي الاهلي بيلعب ثلاث مباريات، لو فاز باول مباريتين بيتاهل بشكل رسمي لدوري السوبر، ولو لا قدر الله يعني فاز باول مباراه وثاني مباراه خسر بيلعب ثالث مباراه عشان يتحدد مين اللي هيتاهل من الفرقتين سواء كان الاهلي او الترام. ده بالنسبه لسيدات النادي الاهلي. بالنسبه للفريق الاول لكره الطايره رجال النهارده ان شاء الله هيواجهوا نادي القناه الساعه 4 على صاله نادي القناه، وده هيكون ضمن منافسات بطوله الدوري. كمان يعني نظرا للظروف اللي موجوده في مصر وهي استضافه لبطوله كاس العالم لكره اليد من يوم 13 حتى يوم 31 يناير، عشان كده بسبب يعني البطوله دي هيتم وقف المباريات في بطوله الدوري لفريق الاول لكره اليد رجال وسيدات. عشان كده امبارح يعني الفريق الاول لكره اليد رجال خاض مباراه وديه مع نادي الطيران وانتهى اللقاء بفوز النادي الاهلي بنتيجه 34-27، وده طبعا يعني كان في اطار استعدادات الفريق لعوده الدوري مره اخرى واللي هيعود ان شاء الله بعد يوم 31 يناير. يعني دي انا هوند كانت ابرز واهم الاخبار والاجواء هنا في الفتره الصباحيه من مقر النادي الاهلي بالجزيره، والان العوده مره اخرى للاستوديو.